بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في دولة الكويت، اليوم الخميس، الخميس الونيس، لكن الخميس هذا مربوط بثقافة، ثقافة متغيرة ومتجددة. ومعانا الأستاذ القدير، أستاذ مظفر حبيبي. الحقيقة الثقافة في الكويت يعني تعتبر خليني أقول منارة، منارة لكثير من الثقافات والفنون، وسبقت كثير من الدول. ماذا يقول مظفر؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم في الكويت جميعا أعضاء الفريق المحبة والسلام، أسعدتونا بوجودكم. إحنا اليوم في متحف السيد حامد الفزيل في منطقة حطين جنوب السرة، وهو متحف في تقريبا يعني مقتنيات كثيرة لها علاقة بالتراث الكويتي بشكل شامل، وكل ما يتعلق بالحياة الكويتية القديمة واللي بالفترة اللي جاءت بعد القديمة وبعد تقريبا يعني بدايات ظهور النفط. وهو متحف مفتوح للزوار، الدخول له مجاني، وتقريبا في أفواج من الطلبة والطالبات بشكل يومي يأتون لهذا المتحف يعني رؤية جزء من التراث وتاريخ هذا البلد. المتاحف في الكويت الشخصية أنا أقصد مش الرسمية عددها كبير حقيقة يعني، والمقتنين في زيادة، وهناك بعض الشباب الكويتيين وحتى من غير الشباب من كبار السن عندهم يعني بيوتهم الخاصة نذروها للحفاظ على التراث من خلال تحويلها إلى متاحف خاصة، وموجودة في مناطق سكنية كثيرة يعني حقيقة. وهذا جهد يشكرون عليه، لأن هم أخذوا على قولتهم من حرمانهم وأسسوا مثل هذه الأمور في بيتهم للحفاظ على مثل هذه القصص والتراثية وغيرها. وأنا بعتقد أن المتاحف الخاصة هذه جزء من الـ يعني أو رافعة للنهوض بالمشهد الثقافي الكويتي بشكل عام يعني. وإحنا نشهد خلال السنوات العشر الماضية أو 15 سنة الماضية ارتفاع إيجابي في يعني مكونات هذا المشهد، إن جينا على موضوع النشر وفي موضوع الرواية والقصة، إن جينا على موضوع مثلا المسرح، إن جينا على موضوع الموسيقى، إن جينا على موضوع الفنون التشكيلية، كلها في نهوض ما شاء الله بفضل جهود الدولة وجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبجهود أيضا الأفراد والأشخاص اللي أصحاب الهوايات والمتخصصين والموهوبين في مثل هذه المجالات يعني. فهذا مشهد صراحة يبشر بالخير، وأيضا الجهات الرسمية ممثلة بالحكومة الكويتية أيضا يعني جاهدة في موضوع بناء البنى التحتية. فالآن صار عندنا مركز جابر الثقافي، عندنا متحف عبد الله السالم أو مركز عبد الله السالم الثقافي، إضافة إلى الجهة التقليدية والكلاسيكية المعروفة المسمى بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اللي تأسس عام 73 ويقوم برعاية شؤون الثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت منذ ذلك العام وإلى اليوم باقتدار إن شاء الله. الحمد لله. أنا الحقيقة من ضمن زياراتي اليوم كان المرسم الحر، وفكرة المرسم الحر الحقيقة فكرة تنويرية تقدمية سابقة لزمانها. يعني أنا ما أتذكر تاريخ إنشاء المرسم الحر الآن، لكن الحقيقة يعني من يوم أنا كنت في بداياتي في المرحلة الثانوية كان المرسم موجود، وكنت أجي بشغف بس علشان أشوف الفنانين الكبار، أيوب حسين، خليفة القطان، عيسى صقر، حميد خزعل، كثيرة الأسماء، سامي محمد. هالفكرة هذه ما زالت مستمرة بنفس الروح ولا اختلفت؟ والله مستمرة بنفس الروح حقيقة يعني. المرسم الحر يعني هو محترف، قدمت الدولة هدية للمواطنين المهتمين في الفن التشكيلي بكافة أشكاله وأنواعه. هي لا تأخذ أجر على المكان اللي أنت تشتغل فيه، هي تقول لك تعال تفضل، أنا أريد منك إنتاج في تخصصك اللي هو الفن التشكيلي، إن كان رسم، إن كان خزف، إن كان نحت، أيا كان. فهي تعطيك هذا المكان وتقول لك تفضل اعمل فيه،
فالروح موجودة، تغيرت الوجوه صحيح. الآن حنا في طور جيل جديد من الفنانين، أيضا جيل لا يعني صراحة إبداعاته، لا شك أن الجيل السابق يعني أسس لي يعني حركة فنية كويتية أيضا أثرت حتى في منطقة الخليج، صحيح. وهي حركة جميلة جدا ولها جذورها يعني. وحتى الجيل الحالي والجيل الوسط تأثروا من الجيل المؤسسين يعني. فأنا على المستوى الشخصي مطمئن، وأقول لك اطمئن أستاذ عبد العظيم بأن الأمور يعني ماشية في طريق الصحيح. أنا أول شيء أشكرك أستاذي الحقيقة لأنك خلقت لنا برنامج جميل جدا لمعرفة جوانب جميلة في الكويت، خاصة الجوانب الثقافية. ملتقى المحبة والسلام هذه من ضمن أهدافه أيضا أن احنا نلتقي لنرتقي. صحيح. شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ النار.